بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اخواتي الفضليات، نقدم لكم في هذه الحلقه كيفاش نظفوا هذه الاله ديال البانيني. انا عندي هذا النوع اللي كنقدر نشوي فيها اللحوم، وفي نفس الوقت نقدر نبريسي فيها عفوا البانيني. طريقه جد سهله ان شاء الله، الطريقه الى تبعتوها غتغنيكم على جميع الطرق، وان شاء الله نتمنى انها تنال اعجاب ديالكم. بالنسبه لهاد الاله البانيني ديالي، انا عندي هنا عندي فيها واحد الفتحه هنا في هذه الجهه هذه اللي كتخرج كاع داك الدهون اللي كطيح من اللحوم، وحتى الماء الا بغينا ننظفوها. ما عليكم الا تتبعوا اخواتي الطريقه، وان شاء الله غتنال اعجابكم وغتبقاو ان شاء الله تعتمدوها. اول حاجه، هاد الاله ديال البانيني راه بحالها بحال طيفال، راه ما خصناش نهائيا نقربوا ليها الجيكسه الحرشه او حتى البونجه، راه كتكون فيها ديك الجهه الحرشه من الفوق، او الحلفه ديك اللي حرشه نهائيا، باش تبقى لكم مزيانه وحتى الطياب ديالها يبقى صحي. لان كتعرفوا طيفال وهاد الاله البانيني راه الا تقشروا فما كيبقاوش صحيين في الاكل. ندوزوا على بركه الله طريقة الاستعمال. اول حاجه، الاله ديال البانيني ديالنا فاش كنشويو فيها اللحوم، قتيبات او اي نوع من اللحوم، فاش كنبغيو ننظفوها راه كنديروها الطريقه هذه. انا هاد الطريقه عجبتني وجاتني سهله. اول حاجه كنسد الاله ديالتي بهالطريقه وكندير التيار الكهربائي، بريز كديرو في الضو بالطريقه. انا هنا ركبت البريز، شوفوا معايا الطريقه اللي غندير وكنديرها. انا عندي هذا بالنسبه للاله ديالتي، انا عندي فيها البوطون اللي كيزيد في الحراره بزاف، واللي عندها كتكون عاديه كتسخن عاديه راه غتخليها تسخن عاديه. انا غنزيدها في الحراره في البوطون ديالها، ها هو عندها حتى الوقت، حيت آلات البانيني راه كيختلفوا. انا عندي وحده اخرى قديمه باقا دابا كنستعملها، كندير لها عند بريز فقط وكنخليها تسخن، ولكن هذه عندي فيها التوقيت وعندي فيها الوقت وعندي فيها حتى درجه الحراره اللي بغيت ندير. المهم انا خليتها هنا كتسخن، ها نتوما غنخليها حتى كتحمى مزيان، تقريبا دقيقه كافيه باش كتحمى لينا هاد الاله البانيني. وغدا ندير معاكم كيفاش غدا ننظفها. هنا بعد مرور تقريبا دقيقه هي حمات ليا مزيان، هانتوما شوفوا معايا، كناخذ شي انيه مثلا طبصيل او مقيله صغيره وكنحطها في الفتحه اللي كتكون في الخلف. هنا كنحطها على قبل هاد الفتحه هذه، حتى في الشويه كنديروها باش الا كانت شي دهون كتهبط في هذا البلاطو. انا هنا حيت غادي ننظفها كنحط هاد الانيه هذه اللي هي مقله صغيره عندي، وكنحل الاله تاع البانيني ديالتي بهالطريقه. شوفوا معايا هانتوما الطريقه، انا دابا غندور لكم الكاميرا شويه باش تشوفوا. ها هي الانيه اللور وهي سخونه الاله تاع البانيني. كناخذوا واحد القريعه تاع الماء وبشويه كنكبوا، ومن الاحسن من تحت من هذه الجهه الثانيه باش ما يفيدش لينا الماء من هذه الجهه هذه. شوفوا معايا ها انتما، والفريز راه باقا دايره، شوفوا ها انتما، كنسد عليها باش تعرق، هذاك البخار ديال الماء كيطلع للسقف او السطح الفوقاني وكتعرق لينا مزيان. والبريز مازال خدام، وكتشوفوا معايا هنايا هذيك الحروق وهذيك الاوساخ والدهون كلها كتهبط. كنعاود نحل بالمره الثانيه بهذه الطريقه، وكنزيد عاوتاني قليل من الماء، يكون على بارد ما ديروش الماء سخون، ديروا على الماء بارد والبريز يكون باقي خدام. هذه الطريقه اخواتي غتغنيكم على جميع الطرق وسهله جدا، وكتحافظ لكم على الاله ديال البانيني ديالكم، تبقى لكم كتشعل ومزيانه وما تخسر لكم ما والو، ما تجرح
ما تخسر. هذه الطريقه انا اللي المره الثانيه كنخوي الماء، ها هو الماء هنا كتشو كيهبط معايا من هذه الفتحه، وفي هذه اللحظه بعد كنحس بالماء هبط قرب يتبخر. ها هو شوفوا معايا، كنحيد البريز، كنحيد البريز، البريز كنحيدو حفاظا على سلامتي من باب الاحتياط. كناخذ واحد البونجه، انا كننظفها بهذا البونجه هادي. هاد الجهه هادي الحرشه لا نهائيا ما تقربوش بيها الاله ديال البانيني ديالكم، لان غتجرحها لكم وغتخسرها. من بعد ما حيدت التيار الكهربائي اخواتي، راه كنبدا كننظف فيها. هنا كناخذ واحد طوشه او شيفون، ها هو، وكنشد بيه هاد البلاصه هادي. انتم هنا نوريكم، كنبدا بالسقف، كنبدا بالسطح الفوقاني هو الاول، كنشد بهاد الطوشون على قبل حيت سخونه، وكنبدا هانتوما شوفوا معايا، كنبدا كنمسح بهاد الطريقه العموديه. وانا كنورق على هاد الفتحات اللي فيهم هاد الخطوط، لان ما بيناتهم كيكون الحراق. هانتوما شوفوا الطريقه سهله. انا دابا حيدت التيار الكهربائي كيف سبق قلت لكم، وكنخلي هاد البونج كيمص هاد الاوساخ بهاد الطريقه. هانتوما شوفوا معايا، وكنكون محضره من قبل واحد البانيو فيه واحد شويه ديال الماء فقط، وكنعاود نمسح حتى كنحيد هذوك الاوساخ بسهوله. كنعاود نمسح حتى كنحيد هذوك الاوساخ بسهوله مع الاستعانه بهذا الطوشون اللي كيثبت ليا هذا هذا السقف هذا، وكنمسح. هانتوما شوفوا معايا جميع الاوساخ اي تحيدات والحروق بلا ما احتاجيت درت لا حلفه حرشه. هاد الحلفه الحرشه ما كنديرهاش غير البونج، راه غتبقى لكم مزيانه وغادي تدي لكم مده اطول الا احتفظتوا عليها بهذه الطريقه. هانتوما شوفوا معايا، كنتخلصوا من هذا الماء الموسخ. نجيب واحد القليل اخر من الماء نقي، ها هو نظيف، وغنعاود نمسح المسحه الثانيه. واحسن طريقه تنظفوها بها هي فاش كتصير يلاه كتشكو فيها تم تم تنظفوها، لانها كتكون حاميه وسخونه. في حاله الا عجزتو ولا كنتو مسعفش خليوها حتى تسالي، وعاودوا حميوها وسخنوها كي كنقولوا نديرو لها البريز ونخليوها حتى تحمى ونعاودو ننظفو. انا هادي الطريقه اللي كندير، مره هكا مره هكا. هانتوما هي تنظفات بكل سهوله. هاد الاوساخ هادي غنحيدها نتخلص منها، ها هي. بالنسبه للاله ديالي هي تنظفات بكل سهوله. كتبقى النصيحه الثانيه اللي غنعطيكم، لاعتمدتوها مزيان هاد النصيحه. هانتوما الماء بقى نقي، دائما التنظيف المتكرر هكا غير بالبونج، بونج فقط اكرر. الاخوات اللي كيديروا السلك ولا يديروا شي حاجه ولا يبداو لا راه غتخسر ليكم وغتبقى صحيه في الاكل. اذا هنا في حاله النصيحه اللي غنعطيكم، في حاله الا كنتو كطيبوا فيها يوميا او كتسخنوا فيها يوميا، فما كديروش ليها نهائيا السائل ديال غسيل الاواني وجافيل نهائيا. في حاله الا كنتو مره كتجبدوها، راه غديروا واحد شويه ديال سائل غسيل الاواني وماء جافيل، واحد شويه كتخلطوهم وما تكثروش بزاف، وكدهنوا السطح ديالها وكتعاودوا تمسحوه بالماء صافي، كتخليوها محلوله تقريبا واحد ساعه في المكانه وكتسدوها. وفي حاله الا كنتو كطيبوا فيها يوميا او كتسخنوا فيها مثلا سميتو المخبوزات ديالكم، فالطريقه انا اللي معتمده عندي بعد ما كننظفها بالماء هكا فقط، لانني عندي فيها استعمال متكرر. في حاله اللي كنتو يوميا كتستعملوها، الطريقه اللي كديروا ليها راه هي شويه الخل،
واحد شوية الخل، أي نوع من الخل، خل أبيض أو هذا الأحمر العادي، أنا متوفر عندي هذا، كديرو في البورجة بهالطريقة وكتمسحو الآلة ديالكم ديال البانيني نهائيا باش ما تبقاش فيها. علاش؟ لأن الرائحة ديال الجافيل والرائحة ديال سائل غسيل الأواني شوية مجهدة، فأي حاجة كتبغي خاصها تبقى. وفي حالة لك تبغيتو ديروه ماشي مشكل، ها هي نظفوها من قبل، خاصها تكون منظفة مباشرة بعد الشي. أنا حيت مرة كنجبدها فالخل فقط بلا ما ندير، راه صافي الخل كينظف ومعقم ومنظف ومطهر، لا داعي لهداك الشي كامل. صافي ها هي الآلة ديالتي بعد ما مسحت هاد الأشرطة مزيان، ودائما تأكدوا من هاد ما بين الأشرطة، لأن راه كتكون ديك الحروق رقيقة ولاصقة، راه غير صحية كدوز ليكم البانيني ديالكم. من بعد ما كتديروا الشوا فيها، المهم هي تنظفات معايا، كنخليوها هكا بحلوله في التهويه صافي. تقريبا واحد 5 دقائق ونسدوها، فاش كنبغيو نشوفوها فيها راه كنلقاوها موجوده نقيه كتشعل. شوفوا معايا هانتوما، ما فيها حتى شي حروق، ما فيها حتى شي حاجه، طريقه سهله اعتمدوها اخواتي وبارطاجيوها لعجباتكم مع الاهل والاحباب باش هما يستافدوا ويحافظوا على الاله ديال البانيني ديالهم. بالنسبه للجهه الفوقانيه فدائما كنمسحوها بواحد طوشون اللي يكون ناشف، انا كنفضل واحد سريبيسه او واحد طوشون، المهم يكون ناشف، كنمسحوها مزيان نلمعوها هكذا وصافي. وهي الآلة ديالتنا نظفات، أصبحت نظيفة بدون مجهود، كنكرر بأنها بدون مجهود وسهلة. ما تنسونيش أخواتي بلي لايك وتبارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائدة، إن شاء الله غنعطيكم نصائح أخرى ونواعدكم إن شاء الله حتى بالجديد في الأفكار والمعلومات. ما تنسوناش بلي لايك وتشتركوا في القناة. استودعكم الله وعواشر مبروكة، وإلى اللقاء.